روح بقى لبنات مصر الحلوين او الحلوات زي ما بيقولوا كده، اللي مشرفينا دايما ومعانا نموذج. واحنا طبعا شهر المراه دايما، يعني شهر 3 ده بيبقى المراه ليها نصيب الاسد زي ما بنقوله دايما. المراه المصريه والبنت المصريه رافعه راسنا في كل المجالات. معانا شاهيناز الشريف. شاهيناز عندها 16 سنه، هي طالبة ثانوية عامة من محافظة سوهاج، فازت بالمركز الأول في إحدى المسابقات اللي هي خاصة، والمسابقة دي بتقام في ولاية ميشيغان الأمريكية بخصوص اكتشاف علاج لمرضى سرطان الثدي. خلينا نتعرف أكتر على المسابقة دي، إزاي شاركت فيها، إزاي حصلت على المركز الأول، نعرف كل هذه التفاصيل من شاهيناز الشريف. صباح الخير يا شاهيناز، ألف مبروك وكل سنة وأنت طيبة وأهلا بيك. صباح النور. الأخبار الحمد لله، اخبارك انت ايه؟ احكي لنا بقى عن المسابقه دي يا شاهيناز، ازاي شاركتي فيها وايه اللي انت عملتيه او ايه البحث اللي انت قدمتيه وايه موضوع اكتشاف علاج لمرضى سرطان الثدي؟ ده كلام كبير قوي. في البدايه كده البحث بتاعي عباره عن مستقبل. لا علي صوتك شويه يا شاهيناز. البحث بتاعي عباره عن مستقبل من الطب على سرطان الثدي نوع الهيرتو. مش انا بس اللي عامله البحث، انا واختي بس اللي قدمت المسابقه انا بس. البحث ده ليه حوالي سنتين بتابع مع المركز الاستشفائي والجامعه بتاعه سوهاج مع دكتور تيتو حبيب والدكتوره جهاد وكذا دكتور ثاني. بتابع الابحاث والتجارب بتاعتي معاهم. انا بقدم مسابقات كتير جدا، فلو عندي شغل مثلا المسابقه دي اكتب فيها ازاي او اطور نفسي ازاي وحاجات من دي. المسابقه دي يعني بالنسبه لي كانت حاجه جامده. زي انا طب شاهيناز ممكن تتحركي بالتليفون شويه وتعلي صوتك سنه كده عشان نفهم بس التفاصيل؟ اوكي تمام. ايوه انا مستغربي في الولايات المتحده الامريكيه في مدينه ميشيغان. ايوه في متحف الجبال. انت اشتركتي اصلا في المسابقه ازاي يا شاهيناز؟ ايه؟ اشتركتي ازاي في المسابقه دي؟ عرفتي عنها ازاي وقدمتي الورق او قدمتي البحث ازاي واشتغلتي عليه ازاي؟ انا قدمت المسابقه دي احد من دكتور وليد جلال مسؤول الباحثين في المكتب الاستشفائي. هو مسؤول يعني اي حد بيعلمنا في انه يقدموا على المسابقات. فانا هو بعت المسابقه دي فانا قدمت عليها وبعت فيديو بالانجلش 5 دقايق وفاير في كل حاجه خاصه بالبحث. وقبل اعلان النتائج وكده كان في المسابقه كلام مع الحكام وكده برضه عشان يفهموا مين اكثر. بعد كده على النتائج وقالوا لي ان انا طلعت مركز اول. هو حد من مصر كده شغال في الجمعيه الامريكيه وقال لي اتصل بيا وقال لي انت مركز اول كده. طب ايه مضمون البحث اللي انت قدمتيه؟ مستخلص نباتي لعلاج من نباتات طبيعيه لعلاج سرطان الثدي نوع الهيرتو. في انواع كتير من انواع سرطان الثدي. انا حاليا شغاله في التجارب على اساس انه اشفي يعني معظم انواع سرطان الثدي، بس حاليا نوع واحد علشان التجارب وكده. عايز تدخلي كليه ايه يا شاهيناز؟ هو انا حابه ادخل جامعه اصلا كليه الطب. كليه الطب واضح ان شاء الله، وان شاء الله تحققي حلمك. والف مبروك مره تانية شاهيناز الشريف، طالبه في الثانويه العامه اللي رفعت راسنا واللي خدت المركز الاول في هذه المسابقه. بنتكلم ان هي عندها من دلوقتي الشغف انها تكون باحثه، وبنتكلم في علاج لمرضى سرطان الثدي. ان شاء الله تدخل طبيبه وتتخصص هذا التخصص وتكتشف لنا هذا العلاج.